أجاوب على 3 أسئلة وأربعة سألوني اليوم الشباب. قضية السؤال الأول هو قضية قبة الصخرة اللي راه مورايا وحولي هكذاك لوني وهذيك قبة الصخرة وقبة الصخرة ليز انتلكتوال دي سي بار كافي. قبة الصخرة نجد قبة الصخرة وهذا المسجد الأقصى هو أصلا كل المحيط اللي فيه الجدار هذا كل هذه الساحة هي المسجد الأقصى وداخل هذه الساحة الكبيرة اللي السيرفاس تاعها واحد 144000 متر كاري 144000 متر مربع داخل هذه الساحة اللي فيها 7 أبواب كاين قبة الصخرة وكاين المسجد الأقصى داكور قبة الصخرة اللي بناها عبد الملك بن مروان والمسجد الأقصى اللي بناه سيدنا عمر رضي الله عنه داك قبة الصخرة اللي فيها الصخرة أنا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذاك المسجد الأقصى دونك في زوج متواجدين في هذه الساحة هي التي نسميها ساحة الأقصى واللي يعيطوا لها The Old City المدينة القديمة. السؤال الثاني اللي وصلني بكثرة هو قضية التطبيع. حكامنا العرب خوتي منذ الأزل غرسوا في أذهاننا باللي زيارة القدس وزيارة خوتنا في فلسطين تطبيع مع الكيان الصهيوني وهذا خطأ. لماذا؟ لأهداف خبيثة أولها أننا لا نزور إخواننا في فلسطين ولا نزور بيت المقدس ثانيا أن يوهموننا بأننا لسنا أحرار دونك يخليونا نحسوا باللي لو فيت دو فواياجي لازم اون اوتوريزاسيون لو فيت دو فواياجي لازم نخاف اسكو في راحين يديروا لي طامبو ولا ما يديروليش طامبو لو فيت نو فواياج وهذه حتى في السبعينات في الجزائر كنا لازمنا اوتوريزاسيون دو فواياج دونك قعدت لحد الساعة ثالثتها خاوتي قضية التطبيع هذه التي دخلت للقاموس العربي عبر بوابة الجامعة العربية التي لا تغني ولا تسمن من جوع منذ وجودها ليومنا هذا رغم أن الجزائر تعطيها 46 مليون دولار كل عام للجامعة الجزائرية يسرقوها ويسكروا بها حاشاكم اكسيتيرا ونحن في هذا المكان الطاهر المهم حاب نقول لكم باللي قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني حتى وإن وجدت هذه قضية التطبيع هي إرادة سياسية يا أخي قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني إرادة سياسية وليست البتة نص شرعي يمنع المسلم من زيارة خاوته في القدس وفي فلسطين زاد داكور أبا إذا كنتم داكور معايا دوبيكون منذ متى المواطن العربي يأخذ نص سياسي ليجعله نص شرعي لا يوجد نص شرعي في الإسلام يمنع المسلم من زيارة بيت المقدس ولا فلسطين عبر الكيان الصهيوني ولو كان أحد يمنع المسلمين بالقيام بذلك لما نعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من التجارة والعمل مع هؤلاء الناس بل أكثر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة واستلف الأموال العوادة والسرج من عند يهودي ليغزو ليجاهد في سبيل الله دونك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اني نهضر خليني نهضر ومن بعد نهضر معاك اروح دونك الرسول صلى الله عليه وسلم كان على باله يا اخي ربي سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وربي يعطيه في المعلومات دونك ربي على باله بلي راح نعيشوا في هذه القضيه هذه في هذه الاشكاليه دونك وما فرطنا في هذا الكتاب من شيء دونك كل الامور هذه اللي يخرجوها لنا الحكام تاعنا وعلى راسهم السعوديه باش يمنعونا من زيارة خوتنا في فلسطين نقطة أخرى خوتي في قضية التطبيع نسيت ما هدرت لكمش عليها الرئيس تاعنا تلاقى مع باراك في دفينة تاع حسن دو في المروك ربي يرحمه بونجر معاه بحفاوة وقال له باللي if you need help we are here to help we have no illusions we know that there will be a lot of difficulties along the way but we are determined to achieve our goal and change the landscape and future of the Middle East if you need any help we are already to help we I promise you we will need for this
هذا تطبيع ولا مش تطبيع؟ نزيدكم خاوتي من الشعر بيتا. الميزانية الجزائرية تضخ أموال لمخرجي سينما في بلادنا، يديروا أفلام بملايير من مليارة، وهذه الأفلام تشارك في مهرجانات سينمائية في فلسطين المحتلة عند الكيان الصهيوني. وسقسيو معالي الوزير مهوبي يقول لكم اسو كاينه منها ولا ما كانش. مخرجين هاز من الفيلم نتاعو رايح للجهات ما عندناش علاقات معها. لحقوا حتى يشاركوا في افلام في 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 في, في, في فلسطين المحتله. هي في اسرائيل. هذا تطبيع ولا ماهوش تطبيع؟ دونك كل هذه الامور ماهيش تطبيع، بصح الجزائري يجي يزور خاوته في فلسطين ويصلي في المسجد الاقصى. يعني يديروا الكاشي وهذا تطبيع مع الكيان الصهيوني. والله خاوتي حبيت نقول لكم باللي واحد ما يهفكم، يحب يجي يزور خاوته فلسطينيين، يحب يجي يزور بيت المقدس مرحبا به. اقل من 800 اورو الناس اللي عايشين في اوروبا. دونك خاوتي الجزائريين اللي عندهم جوازات سفر اوروبيه، بريطانيه، سويسريه، امريكانيه، كنديه، مرحبا بكم في بيت المقدس. روحوا لنا زوروا خاوتكم. كان كل جزائري يجي لهنا يصرف 200 ولا 300 اورو. انا حففت عند فلسطيني، كيد عند فلسطيني، شطه عند فلسطيني. دونك ضخوا هذه الاموال في الاقتصاد الفلسطيني. انا اظن باللي هذه احسن بكثير من سياسه التطبيع التي تخيفنا منذ الازل ولا تغني ولا تسمن من جوع. روح صوروا معايا. اروح اروحي.